السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي، بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك اخويا، ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب، ام صباح عامله ايه؟ الحمد لله. دي اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركه، على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس، اتجوزتوا بسرعه قوي. ايه ده؟ اتعرفت بيه؟ هشرب ينسون ولا لي فحمتين بس يخليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انتي. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي كسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب، 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 اللي حصل؟ زينب باينني اغمى عليا، قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي يا عم، على مهلك يا زينب، حاسبي الازاز، على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبني من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت عشان ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرع عيب. ما تولع على الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، عشان خاطري اخرج. استر يا رب. انا غلطت، مش ينفع اقتل الواد اللي كان خاطبها ده. انا يا رب البيل اللي اختصت في قعره ده. هو الكاس طلب معاك نكد ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ ايه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلم اللي احنا فيها. هو صاحبك سابنا اساسا وراح فين؟ اختك هي السبب، عشان اتجوزتها فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي تنيلنا بنيله. عسلية هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عسلية
هتعامل معاه ازاي؟ يخيبتك يا راشد. بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسليه؟ طب عليا النعمه، انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت احسن. الحياه ما تلذش قوي يعني. تعرف يا فتون؟ ايه يا اخويا؟ انا عمري ما اتمنيت حاجه بجد وحصلت. اه عارفه. تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش. والنبي انت ما عندكش دم. سلفل عليكم. انت اتاخرت ليه يا اخويا؟ اه معلش اتاخرت حبتين، كنت بجيب لك هديه يا رب تعجبك. هديه؟ اه هي مش موضه قوي بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوه يا اخويا. ايه رايك؟ حلوه. يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا وبينوا، احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية. انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا. والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا. يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم. ديانتك ايه؟ حشرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لو يزوك. تعال هنا صلاح. ابعد ابعد لو يزوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف. طب بينا في مكان. يا لطيف اللطف. في مكان.